طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. عندنا بوزارة الدفاع عقد اشترونا 12 طيارة، الطيارة الوحدة سعرها 975 ألف دولار. ألف دولار بيش اشتروها؟ ب 13 مليون دولار، يعني عقد قيمته 11 مليون دولار وشوية، دفعنا كمسيون رشوة، يعني سرقونا سرقونا. هؤلاء 144 مليون دولار زمن حكومة الأبطال. ما عندك نزاهة تشتغل صحيح، نزاهة تشتغل على الفقراء، ما تشتغل على الديناصورات. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نتحدث في هذه الحلقة حول غرق العاصمة بغداد وبعض المحافظات العراقية بسبب هطول الأمطار، يعني أدى هطول الأمطار الغزيرة إلى غرق أغلب مناطق العاصمة بغداد، حيث تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر عمال البلدية وهم يعملون على فتح قنوات تصريف المياه في شوارع العاصمة بغداد، وبالتحديد في شارع حيفا، وحيث كانت مصادر ذكرت في العاصمة بغداد بأن العاصمة وسكان العاصمة بالتحديد يعانون من مشكلة غرق الطرقات وغيرها كلما هطلت كميات كبيرة من الأمطار. نأخذ هذا المقتطف الذي يوضح جزء من غرق العاصمة بغداد وبالتحديد في شارع حيفا. طبعا لقطات أخرى مصورة تظهر كذلك غرق شوارع بغداد بالمياه بعد هطول أمطار غزيرة على العاصمة، وبينت هذه اللقطات التي سوف نعرضها بعد قليل غمر الأمطار للشوارع نتيجة سوء قنوات التصريف وتردي البنى التحتية في ظل إهمال حكومي للخدمات العامة. طبعا على ضوء ذلك، كما شاهدنا في المقتطف الأول، تم استنفار عمال بلدية العاصمة بغداد وآلياتها في محاولة لتلافي الأضرار الناجمة عن طفح المياه. نأخذ هذا المقتطف الثاني. صباحكم الله بالخير. 4 ساعات مطر، شوف الشوارع صار بيه. واو، ذاك ابو سيارة شوفه. بالمناسبة أعزائي المشاهدين، طبعا هذه المرة الأولى التي يعني ينزل المطر في العاصمة بغداد وبعض المحافظات العراقية وبهذه الكثافة. إذا يوميا ينزل عندنا المطر، يعني الناس راح تغرق
راح تموت بفيضانات بسبب الإهمال الحكومي وسوء الخدمات. يعني على سبيل المثال العام 2014 ميزانية العاصمة بغداد وحدها كما أعلنت الأمانة 2,600,000,000,000 دينار عراقي. ميزانية أمانة بغداد في عام 2014 2,600,000,000,000 دينار عراقي، وعلى الأرض لا يوجد أي خدمات. يعني كما أشرنا إذا يومية تمطر فراح تغرق كل شوارع العاصمة بغداد، ولن يستطيع الناس الذهاب إلى المدارس أو إلى الوظائف أو إلى إنجاز أعمالهم. هاي تقريبا كما شاهدنا في المقطع، هذا مصور هذا المقطع يقول 4 ساعات مطرت، 4 ساعات وهذا حال الشوارع. إذا مطرت يومين ثلاثة بشكل مستمر شلون راح يكون الحال؟ طبعا في محافظة الأنبار كذلك غرقت الشوارع، في محافظة ديالة يعني تسبب هطول الأمطار في محافظة ديالة كما تشير مقاطع الفيديو لساعات متواصلة إلى غرق عدد من الأراضي والمناطق السكنية في مدن محافظة ديالة بسبب افتقار الكثير منها إلى منظومات تصريف مياه الأمطار. مصادر محلية قالت بأن سوء الخدمات حول المطر إلى نقمة على الأهالي، وذلك بسبب الصمت على الفاسدين الذين يسرقون أموال الشعب. طبعا وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي غرق مناطق واسعة من محافظة ديالة. نأخذ هذا المقطع. ذاك أبو سيارة يعني هذا خلل فني، نعتذر يا أعزائي المشاهدين. نفس المقطع طبعا رئيس مجلس قضاء المقدادية في محافظة ديالة عدنان التميمي قال بأن 12 مدرسة في القضاء مهددة بالانهيار بسبب الأمطار. أضاف التميمي بأن خطر الانهيار يهدد 12 مدرسة طينية في أحياء المهدي والجعار في المقدادية، ما يؤدي إلى حرمان آلاف التلاميذ من التعليم. ودعا رئيس مجلس قضاء المقدادية وزارة التربية إلى ضرورة إنهاء ظاهرة المدارس الطينية التي بات الانهيار الوشيك مصيرها. هذا حال العاصمة بغداد كما شاهدنا في مقاطع الفيديو، وحال باقي المحافظات العراقية بسبب هطول الأمطار لساعات، ومع الميزانيات الضخمة التي تخصص كل عام لكل محافظة وخاصة للعاصمة بغداد. كما أشرنا في العام 2014 2,600,000,000,000 دينار عراقي، ولكن الحال كما شاهدتوا أعزائي المشاهدين. معنا اتصال أبو عمر من السليمانية. أبو عمر. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا قناة صلاحيين. حياك الله. هم أكو مطر يمكم بسليمانية؟ والله قبل كم يوم أجا يمنا مطر، أجا استمر يمكن يوم شوية. نعم. يعني أكثر من 24 ساعة، بس الحمد لله ما عندنا شيء غرق. يعني أنا إذا أتعجب على ذولا غرقانة، هذا خير من الله. كان المفروض هذا المطر يتخزن، يحتاج دفع إلى مياه أنهر دجلة والفرات وهذه الأنهر الفرعية الأخرى، كان المفروض تخزن هذه المياه، لكن لا حد استفاد من عده ولا هم يحزنون، لا في بغداد ولا في المناطق الجنوبية. زين أنا أعرف أن وزارة البلديات عدم موظفين بالآلاف. نعم. في وين ولا الموظفين طول السنة؟ جاي يسوون إذا ما دي ينظفون المجاري وما دي يتهيئونها؟ غير يعملون يعني شيء يكون المجاري قبل موسم الأمطار، لو ألا تمطر الدنيا. لا قبل موسم الأمطار تتحضر، حتى لو المطر الأولى من تدخل بالشهر التاسع بالعاشر بالدعش إيش عندك فرصة من شو بتأخر المطر؟ يعني وهذا نتيجة الاحتباس الحراري
انت راح تجيك مطرات مثل ما يقول قويه من هذا النوع يعني تغرق بها المدينه. زين اذا انت مسدود المجاري بس انا ارتسل، وين عمال العمال الموظفين بالبلديات؟ سيارات البلديه بالالاف استوردوها، عشرات الالاف من السيارات استوردتوها، وين وديتوها؟ يقول لك يخمين الوجه عشان يسمع المن بعتوها لك، لك المن بعتوها انتوا، انتوا وين وديتوها؟ زين هذول الموظفين المحسوبين على وزاره البلديات، زين انت يا مقتدى هاي تابع الوزاره جماعتك، جماعه تيار الاحرار الابرار الطائرون ما ادري من هو، زين انت ما تقدر تحاسب تقول تعالك وين هاي المليارين؟ هاي مخصصات المليارين، انت دعنا عن الرواتب، الرواتب واحد الوزاره، هاي المخصصات اللي صرفها لاجل شراء السيارات والمعدات وغيرها وغيرها وغيرها، زين هاي 15 سنه يوميا اشتروا كل سنة اشتروا 10,020 سيارة. زين احنا ذكرنا رقم ميزانية عام 2014، احنا اليوم 2018 يعني أربع سنوات، 2,600,000,000,000 دينار عراقي فقط للعاصمة بغداد، هذه الميزانية. نعم استاذ ابودي، حتى عندهم ميزانية، هم كل سنة عندهم مخصصين ميزانية، يعني خلي 1.5 مليار، وين هاي المليارات؟ انت اذا تضربها في 14 سنة 15 سنة صار يعني هسه هم راح يطلع 16 17 مليار، يعني من يحاسب من يقول؟ هم ذولا كلهم جماعه البلديات وغيره وغيرها والوزارات، هاي مدينه الصدر مالتكم، هاي هم غرقانه رايحه من تهي الشوارع والاسواق والهذا، زين انتم ما تسالون ما تقولوا له يا سيد مقتدى تعال بخت بختك وبخت الحسين. زين الحكومه تعال، الحكومه رئيس الوزراء يعني ما معقوله انه كل مسؤول وكل دائرة يومية احنا اذا ما نزل مطر طبعا راح نجي عليها نحكي بيها، الجفاف في المحافظات الجنوبية، نزل مطر تغرق الشوارع، اما كهرباء اما نفايات منتشرة في العاصمة بغداد او المحافظات الاخرى، يعني هذه المشاكل بالدول النامية الدول الفقيرة يعني اصبحت شيء من الماضي، طبعا مو كل الدول بس اغلب الدول تجاوزت هاي المرحلة، احنا مع هذه الميزانيات الانفجارية وكل هذه المليارات والمطر لو ينزل له يوم او يومين بالسنة لو ما ينزل، واحنا يعني نتعرض الى كل هذه الامور، زين حتى مدارس بديالة مهددة بالسقوط. والله استاذ بالنسبة لهذه المدارس بديالة انا انصح عوائلها ولا اباء امهاتها ولا الاطفال يعني ولدكم يروحون هيك بشربة مية، يعني طلعوهم من المدرسة إلى أن تصفى شوفوا الحل مالته شو راح يصير، أما تخلوهم يداومون بالمطر هذا والمهددة بالسقوط والانهيار على لحظة ينقتلون أطفالكم، أنتوا من مجبورين؟ أنتوا كل التعب هذا مالتكم أنت يا الأب يا الأم، أنت يا الأم كله في سبيل تربية هؤلاء الأطفال، التعب هذا مالكم كله في سبيلهم هم أن تكبروهم وتربوهم، زين تجي تاخذهم مطره والله شنو مطره؟ نتيجة شنو؟ والله عندك مدارس من الطين، ولك انت زمن حمرابي ما صارت من الطين، زمن حمرابي قبل 7000 سنه ما صارت من الطين، ولك انت بعدكم على الطين، هذا عصر ما قبل الحجاره، شنو انتم؟ لك انت اذا سيدي ليش ملتهين الجماعه ابو عمر برايك؟ بيش ملتهين وعايفين هاي الخدمات؟ ملتهين وضعف على عقول الناس بالانتخابات، بالانتخابات هو سوالك بالانتخابات، وقال جاي هذا ابوهم، ابوهم ما ابن ابوهم عمهم ما قال منو هذا مستشار خامنئي، والله جاي يريد يوحد القوائم الانتخابيه بالانتخابات يدرب ولده، قول ولده انت زين اذا انت تابعين الى ولايه السفي على شنو تطلع تقول انا عراقي؟ قول انا تابع الى ايران محافظه من المحافظات الايرانيه، ولا خلنا نصير عندكم غير الجرأه مره من المرات تحترم الحقيقه للعالم حتى وان كنت خاينه عني، يعني الخاين والعميل هم يحكين الحقيقه، يطلعون على القنوات يبيعون غيره وطنيه وشرف قومي وما ادري شنو وطقه، هو واحد اجل لكم الله مسوي من نفسه يعني حيوان يستهزئ. ابو عمر من سليمانيه شكرا لك، معنا اتصال ام ازهار من بغداد، ام ازهار شلون الوضع ببغداد بعد هطول هاي الامطار الغزيره؟ احنا شاهدنا بالمقاطع غرق اغلب الشوارع. وعليكم السلام ورحمه الله. احييك واحيي هاي القناه العظيمه وعامليها، بالنسبه الى شوارع بغداد والله نبكي، والله انا ابكي من اشوف شوارع كلها غرقت، كل المناطق مغرقت من
دمرة نضبط على الخضراء إن شاء الله، وعلى الحكماء اللي دا يحكمونا ودا يدمرونا، يعني ما يستغون هذولا ما يخجلون. شوارع السيارة تمشي تخرب السيارات، تخرب كل شوارع بغداد، كل شوارع بغداد. هاي بغداد العاصمة العظيمة اللي الدنيا كلها كانت، كل الدول كانت تحكي بيها، هذا صارت من أنقف منطقة في بغداد. المجاري ماكو، التفاهة طالتهم موجودة، يعني شحشي لك. هي ماكو غيرة، هذول متحول الغيرة ما يستحون. ولكم ما تخجلون، ما تشوفون التلفزيون، ما تشوفون الناس تسبكم، يعني فكونا بس خلصونا طلعوا حتى نقدر نعمر هذا البلد اللي وقعتوه قد مرة وقعتوه. يا إلهي، يعني بغداد العظيمة، معقولة شوارعها كلها فيضانات؟ هذه وين اللي سدة تودوها؟ وين يعني ملتهين بس تعبون وتاكلون وتودون برا وتفاهاتكم؟ يعني استروا على نفسكم شوي، استروا. وينهم يقعدون؟ بس كل واحد ما يفتح حلقه هو وبس، او يطلع العام العبادي يقول الفساد والفساد. انت ابو الفساد، وانت والخلفوك واللي اهلك كلها. يعني والله العظيم يعني دمرونا، يعني طلعنا من طوعنا والله العظيم. يعني لا نقدر، والله العظيم احنا لا نقدر نروح للسوق لان الكهرباء عدموها، لا نقدر. يعني انا قاعده بالمنصور، ونفس المنصور وكلها غرقانه، يعني الكراده رحنا البحر الكراده عندنا شغله نريد نوصل لها ما نقدر. بالسياره ما تقدر تمشي بالسياره، شيء الحلو. هاي بغداد العظيمه، هاي العاصمه اللي كانوا الدنيا كلها كل الدول تجي تحتفل هنا وتبارك هنا. من رحتوا كلكم في دول صدام، رحتوا كلكم في دول الحكومه السابقه، رحتوا كلكم في دول الجيش العراقي السابق وللشعب اللي كان ناهض، رحتوا ألف فدوة. انتوا صرتوا عميلين لإيران وأمريكا وإسرائيل. أم أزهار من بغداد كانت معنا. هناك أحد الأخوة أرسل مقطع فيديو في منطقة الشعب، يعني يوضح الفيديو هنا لا نستطيع عرضه. بعد قليل عزيزي المرسل سوف يظهر برومو في رقم أنت ترى هذه نافذة تستطيع من خلالها إرسال المقطع، وسوف نعرض المقطع الذي أرسلته هنا في منطقة الشعب، ويوضح طبعا المقطع مقطع الفيديو كذلك غرق منطقة الشعب. طبعا كنا نتذكر لما كان عبعوب في عهد المالكي وهو كان أمين عاصمة بغداد، هم غرقت بغداد وطلع علينا، قال جالس مع نور المالكي في ذلك الوقت ويتحدث بأن سبب غرق بغداد بأن هناك كانت صخرة كبيرة تزن 150 طن كما يقول، وضعت في المجاري بشكل مقصود لكي يعني تغرق العاصمة بغداد. ويعني ضحك على الذقون، يعني صخرة تزن 150 طن كما يقول، شلون دخلت المجاري في ذلك الوقت؟ وكانت في وقتها يعني حديث الساعة، وكان الشعب العراقي يعني يتم تداول هذه الضحوكة والنكتة صراحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم ننتظر يطلع لنا أو تطلع لنا علوش أمينة العاصمة بغداد وتقول لنا فتح حجة جديدة حول غرق العاصمة بغداد. بالمناسبة طبعا قبل أيام كانت بغداد عاصمة الإعلام العربي، وتم استقبال وفود من دول عربية وفنانين وإعلاميين في هذا المهرجان. هذا شكل العاصمة بغداد في الحقيقة، الغرق وسوء الخدمات وانتشار النفايات. هذا ما حصل بعد العام 2003 في ظل حكم حزب الدعوة والأحزاب الإسلامية الأخرى، طبعا إن كانت تدعي بتمثيلها للسنة أو تدعي تمثيلها للشيعة. هذا حال العاصمة بغداد وحال باقي المحافظات العراقية. أعزائي المشاهدين، مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقة، ولكن بعد هذا الفاصل.
اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. اي شخص يريد يرسل مقطع فيديو يظهر غرق العاصمه بغداد او المحافظات الاخرى او سوء الخدمات او اي مناشده يستطيع عبر الارقام التي ظهرت قبل قليل. نعيد رقم وهو 0905 3745 4873. نعيدها مره ثانيه 0905 3745 4743 783. هذا اللي يريد يرسل أي مقاطع فيديو إلى قناة الرافدين عبر نافذة أنت ترى. نقرأ بعض رسائل الواتساب. يقول: في ظل تدهور الواقع الخدمي بشكل كبير في عراق ما بعد الاحتلال نتيجة الإهمال الحكومي، فإن تساقط الأمطار يفاقم من معاناة المواطنين، حيث تغرق الشوارع وتصاب الحركة المرورية بالشلل، ومع هطول الأمطار الغزيرة في كل شتاء يعاني المواطنون من غرق الشوارع وتوقف الحركة المرورية في ظل تهالك شبكات الصرف بسبب الإهمال الحكومي، ناهيك عن ميزانيات تسرق وتنهب من سراق في العراق. مبروك من الإمارات. معنا اتصال أبو خالد من قطر، تفضل أبو خالد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. أخي العزيز، أول شيء بالنسبة للمطر، هذا مطر خير، هذا مطر خير، هاي شغلة. شغلة ثانية بالنسبة للكويت، عملوا صرف صحي وصرف مطر. نعم. في الشوارع لما تنزل ينزل المطر، خلال بس يوقف المطر الشوارع نظيفة، تجمع على خزان رئيسي، تجمع على خزان رئيسي ويسمونها مي صلابي، يجي باسبوع 3 مرات يسكي فيه الحداث، تغسل بيه سيارة، تغسل بيه حوش، أي شيء. فأنتوا لا عندكم صرف صحي. أنا من زمان رحت بغداد، قديم، قصة قديمة، لا صرف صحي. أنت بكرامة الصرف الصحي بالعراق وين موجودة؟ بنص الشوارع، مش موجودة في أي بلد بالعالم، والله حتى بنغلاديش مش موجودة الطريقة هذه. نعم. صرف صحي بنص الشوارع، ريحة بنص الشوارع، وين صارت هاي بأي بلد؟ نعم. أي بلد؟ قل لي بأي بلد، بس أستاذ عمر بأي بلد؟ صرف صحي ما، لا صرف صحي، لا صرف مطر، لا أخي شنو هاي؟ وش يسوون؟ أنت تقول لي هذول شنو ملتهين؟ ملتهين يبوقون وملتهين يندبون كل النهار يدقون، قال حسين وقال علي وقال فاطمة وقال الزهراء، شو العقلية يا أخي؟ هذول متخلفين عقلياً يا أخي. نعم. أستاذ عمر أكلمك بشغلة واحدة بس. نعم. أخي العزيز، إحنا في منطقة دير الزور والبوكمان عندنا عراقيين قاعد يبوقون، ليش ما تروحون تلمونهم؟ ليش ما تلوم الحكومة العراقية؟ قاعد يصفون سيارات يشيلون البيت على بكرة أبي. يا أخي شنو هاي الشغلة هاي؟ ها؟ شو بيهم ذولا؟ يعني وين الحكومة العراقية؟ وين شن قال لها هذه؟ يعني شن قال الناس تأجرت هذول قاعد يبوقون؟ يعني شن قال لها يا أخي؟ تابعين المنة هذولا؟ هل هم عصابة ما لهم؟ أبو خالد، شو يبوقون يعني؟ ما فهمت عليك. قلت العالم الناس تأجرت يا أستاذ عمر، الناس تأجرت أكثر، أنا نفسي باقي بيتي. يا اخي يجون يصفون بيوت يشيلون فكره ابيه، ما يحطون يعني غير الطابور. يعني بس العراقيين اللي هناك؟ يا اخي معظمهم عراقيين، معظمهم عراقيين، عراقيين وناس تابعين للنظام السوري. ايش قد عددهم ذولا؟ ما بعرف انا يا اخي، كلهم تابعين لداعش وعراقيين قاعد يبوقون، معروف هذا العراق. وين بيا منطقه هاي؟ بيا منطقه؟ عيب عيب عيب، يروح يلمون شعبهم الداعش. بيا منطقه ابو خالد؟ نعم. بيا منطقة؟ موجودين في البوكمال ودير الزور والميادين وهجين وإذلب، في موجودين لاجئين، إذلب في لاجئين، بس هنا في المناطق هذه اللي أصحابها طلعوا وتركوها، باقى والغنم وباقى والسيارات وباقى والبقر وباقى والبيوت وباقى كل شيء. نعم أبو خالد. نعم أبو خالد من قطر ذكر هذه الحالة، والرد طبعا مكفول ولا تأكد من المصادر. وإحنا كما نشير دائما أعزائي المشاهدين ان كل متصل هو يعني يدلي برايه عبر شاشه الرافدين، والرد مكفول لمن يتم اتهامه بهذا الشيء. معنا ابو ايمن من عمان، تفضل ابو ايمن. تحياتي سيد عمر، اهلا بك. تحياتي لك وللرافدين لكل العراق الحبيب. اهلا وسهلا. بس انا بدي احكيها، وخليني احكيها بصراحه، والله طوختوها يا عراقيين. يعني
ما يعجبكم العجب ولا الصيام رجب. شلون بالله؟ طيب هاي الحكومة تريدكم تتونسوا. بدل ما تروحوا كلكم مع فينيسيا مرة واحدة، جابت فينيسيا لبغداد. بس صوصكم الجندول مال فينيسيا ما جبتوا انتوا. عكلن اللي بدي أقوله سيد الكريم إنه هاي سقيا خيرا إن شاء الله حتى ببغداد، بغض النظر عن كل شيء صار، آخرتها تصب نهر دجلة بقلب العراق النابض، فرح توصل إلنا كلياتنا وإلكم. وبرضو كمان في خطأ كبير، أنتوا بطلتوا تصيدوا بالنهر حتى ولا تسبحوا به، فهم جابوه كل واحد جنب بيته مسبح ومكان يصيد به. فانزلوا عيني، انزلوا اشتغلوا عيني، اشتغلوا. نعم حبيبي يا مان. أبو أيمن من عمان كان معنا. نعرض هذه الصور، يعني في العاصمة بغداد، غرق العاصمة بغداد. هذه صور جديدة، مقاطع فيديو عبر وكالة الأناضول. شوف هاي العاصمة بغداد، طبعا هاي بالمناسبة سيطرة، شوف السيطرة غرقانة، السيطرة غرقانة، وأبو سيارة الشرطة صاعد فوق الرصيف. وشوف هذا الحال، حال وضع السيارات هاي في العاصمة بغداد، يعني الصورة تتكلم صراحة. هذا حال العاصمة بغداد بعد هطول الأمطار الغزيرة. نعم معنا اتصال أبو قتيبة من المقدادية، تفضل أبو قتيبة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. حياك الله أخويا، وحيا قناة الرافدين الموقرة الناطقة والصالحة بالحق ضد الباطل، التي تدافع عن حقوق المظلومين والمبعدين والمهجرين بوجه الحكومة الظالمة الفاسدة. أخي الكريم، أتكلم لك على عدة نقاط بالمقدادية وعن الميليشيات المتنفذة والأحزاب التي تدعم هذه الميليشيات. نعم. ابتداء من معامل الحصو والرمل، معامل الحصو والرمل تقع كلها في المناطق السنية في عرب جبور، لا يستطيع أي صاحب معمل أن يعود إن كان مهجرا أو كان باقيا في المنطقة نفسها أن يفتح معمله إلا بإدخال شريك من الأحزاب المتنفذة أو الميليشيات المتنفذة، ويعطيه هذا صاحب المعمل، يعطيه نصف واردات هذا المعمل عنوة وقصرا بدون أي مبلغ وبدون أي دخول بالشراكة معه. نعم، يعني إلى نص الأرباح، إلى نص الملك، إلى نص هذاك صاحب المعمل، آلياته ومعمله وكل كملاته قياته مثل ما يقولوا جهاده، لأن عنده هو بالحشد أو بالميليشيات أو بالأحزاب المتنفذة المعروفة هناك بدر وغير بدر، ويدخل ويا بالقوة ويأخذ ويا نص، يفتح يخليه يفتح، ما يدخل ويا نص غصبا عليه يأخذ من عنده نص، وإذا ما ينطي لا يقتل لا يهجره لا يأخذ المعمل مالته بالقوة عنوة. نعم. من الأحزاب الـ يعني كل الأحزاب، لو أكو أحزاب معينة تفرض هذا الشيء؟ بالأخص بدر، مختصر مفيد. بالأخص بدر وجماعة العصائب أكثر شيء، هم ذولا ناس متنفذين بالمقدادية. نعم، مو هاي ذولا يعني ميليشيات وأحزاب إسلامية على أساس يعني ما يرضون بالحرام. يا اسلام، يا اسلام أخي، أقسم بالله حتى أنت روح أوقف هناك بمنطقة يسموها طريق نافل، السيارات اللي تجي منها تجي يوميا، السيارة تحمل بغداد رمل وحصو، مئات التريلات والسكسات والقلابات تاخذ رمل وحصو لبغداد تحمل، وشوف منو ذاك اللي يدير الامور، وشوف بديمان ومنو ولا صاحب معمل يقدر يتكلم وينطق بشفه وحده، اللي يتكلم اما يقتل او يعتقل او يلقون اربع ارهاب الله ياكل، لو بالسجن لو بخارج العراق. هاي نقطة. النقطة الثانية، نعم، طريق خانقين. نعم، طريق خانقين نقطة خانة المقدادية إلى بغداد، التريلات تجي محملة أي بضاعة أي مادة، وخاصة إذا كانت أدوية أو سجائر. نعم. هذا بالسجائر يأخذون من عنده لا يقل عن الدفترين عن ما يقارب 20,000 دولار، أبو الأدوية لا ما يقارب يأخذون عليه ما يقارب 40,000 دولار،
اقل شيء واحد ما محمل خلينا نقول شعير او حنطة او من هاي الامور تبن او طماطه او خيار هذا اقل شيء ياخذه من عنده 3000 دولار زين تيجي توقف البريلات بالنفط خانه كلها ويجون هذول الاحزاب هم متنفذين مع 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 الجيش ومع الشرطه متفقين وياخذون هاي المبالغ هذا المبلغ بعلم المحافظ وهو المحافظ من بدر وبعلم المحافظ وبعلم كل هذه الحكومه الموجوده بالمقداديه وبدياله هذا الطريق يوميا يطلعون من عنده ما يقارب مليون دولار زين ابراس ابراس ولد الخايبه وابراس الناس الفقراء وابراس سواق الكريلات نعم اتاوات يعني اتا نعم اخي العزيز غصبا عليهم يدفعون هذا المبلغ والما يدفع هذا المبلغ والله واحد صاحب فيلة سوالف لي يقول آه قلت له أنا نحمل بضاعة يعني هي أعلاف مال حيوانات مال دواجن نعم. وهي هاي الأعلاف يعني محلية نعمل يعملون بكلر ويسوونها ويطلعونها يقول لا تجيب لي محلي لا تجيب لي منشون تجيب لي شيء ممنوع تعال عبور أنا ما أدور بعشرين ورقة يعني بألفين دولار وثلاثة آلاف دولار تجيب لي شغلة من الألف ومن الألف ومن عشرة آلاف دولار فوق وتعال لا حول ولا قوة إلا بالله نعم أبو قتيبة عندك شيء تضيفه أبو قتيبة من ديالى كان معنا بالتحديد من المقدادي أبو ناصر من تركيا تفضل أبو ناصر السلام عليكم أستاذ عمر وعليكم السلام ورحمة الله تحية لحضرتك والقناة الرافدين أستاذ العزيز حياك الله أهلا وسهلا بك أخي أستاذ عمر هو هذا اللي حصل الشعب من الحكومات المتعاقبة من 2003 إلى هسه نعم أمانة بغداد ملتهية بالسرقة ما لها علاقة باللي يصير وبكل دول العالم قبل فصل الشتاء يهيئون ويستنفرون كل طاقاتهم ينظفون من هولات تصريف مياه الأمطار إلا بالعراق ساعات قليلة تمطر بغداد وعدة محافظات تغري أخي أستاذ عمر الفساد بكل مفاصل الدولة يعني مثل ما تفضلت حضرتك 2,600,000,000 دينار وين راحت هاي نعم الأنهار جافة ليش ما تستفادون من خزن مياه الأمطار أخي أستاذ عمر العراق ابتلي بحكام فاسدين ما يهمهم الشعب ولا يهمهم العراق أي خدمات قدموها للشعب الناس تطلع تتمنى وتدعي من رب العالمين أن ينزل الغيث ومن الله يكرمهم تصير نقمة عليهم من عشرات السنين دول أقل ميزانية من العراق بمئات المرات قضت على هاي الحالات الجماعة ملتهين بالسرقة أستاذ عمر وجمع أموال يعتبرون العراق مو بلدهم يعتبرون العراق مجرد محطة استراحة لهم يأمنون مستقبلهم ومستقبل أولادهم وأحفادهم بدول العالم وبعدها يلتحقون بهم ويتركون البلد لأن يعرفون راح يجي يوم وينتفض الشعب ضدهم لكن المشكلة السؤال اللي محيرنا إلى متى راح يبقى الشعب ساكت وش وقت راح ينتفض نعم. احتمال المسؤولين هم بهيك حالة هاي شغلة الأمطار يروحون يستجدون من الدول يابا ساعدونا نريد نقدم خدمات للشعب وكأنه ما مكفيهم الخزينة سبحان الله صاروا مثل جهنم كل ما يخاطبها رب العالمين هل امتلأتي تقول هل من مزيد شعب رضى بالذل وما دام رضى بالذل ليأتب على اللي حكمه وين على من يضحك هذا عبعوب على من يضحك من يقول 150 طن يعني بوقته لما كان أمين للعاصمة بغداد لا المشكلة يقول لك أمين عاصمة بغداد هذا اللقب من بعده شنو اللي قدموه للشعب شنو اللي قدموه لبغداد بالذات لبغداد نعم. هذا وسيم بغداد أو هاي وسيمة بغداد احتمالها تطلع عندنا من ومن يدري بعد بيها نعم كل اللي يقدموه هو سرقة أموال الشعب ويجمعون فلوس في سبيل يهيئون مستقبلهم بدول العالم هذا اللي يهامهم ما يهمهم العراق ولا يهمهم شيء يريح الشعب نعم وحسبنا الله ونعم الوكيل عليهم والله حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم نعم والله إن شاء الله إن شاء الله تفرج ويجي يوم والضيق عليهم هاي الأرض مال العراق ويدورون ملجأ يقعدون بيه ما يلقون إن شاء الله نعم أبو ناصر من تركيا كان معنا نظهر صور مقاطع فيديو من معقوبة مدينة معقوبة مركز محافظة ديالى هذه مدينة معقوبة كذلك غرقانة يعني سوء الخدمات ما شاء الله في كل محافظات العراق هاي شوف غرقان الدنيا هاي إذا يومية تمطر عندنا مثل دول جنوب شرق آسيا يعني مصيبة نعم
مقطع فيديو كذلك عبر نافذة أنت ترى وصل قبل قليل في منطقة الحرية في العاصمة بغداد. نشوف هذا المقطع. هاي منطقة الحرية أحد مناطق العاصمة بغداد. وصل إلى قناة الرافدين هذا المقطع عبر نافذة أنت ترى. شوف هذا حال الشوارع في العاصمة بغداد. وبعد عندنا مقاطع طبعا من مدينة الصدر والموصل كذلك راح نظهرها بعد قليل. معنا اتصال أبو عبد الله من لندن. تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة وعليكم الله السلام ورحمة الله. خامة غرقانة أبو عبد الله لندن خامة غرقانة مثل بغداد؟ لا أخوي عمر، لندن طبعا فيها مجاري ينزل باستمرار مطر وما تعرف وين المطر يروح يعني. نعم. أنا برأيي أخي عمر الظلم الله عز وجل يقول في القرآن ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أنت شهنا أخي عمر قبل فترة هزة أرضية، لأن الله عز وجل يقول ولله جنود السماوات والأرض، فالمطر والزلزال فهذه كل جنود الله عز وجل. الظلم لما ظلموا أهل فلوجة والرمادي وأهل موصل وهل أطفال المعذبين وهل نساء المسكينات، يعني هل عذاب للمدنيين الأبرياء؟ فالله عز وجل لا يرضى بالظلم. ففي سورة الكهف يقول وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فهذه يعني الله عز وجل يعني يعطيهم دروس، فيجب أن ينتبهوا، وأن الله يعني يؤيد الدولة الكافرة العادلة ولا يؤيد الدولة المسلمة الظالمة. فظلمهم يعني أخي عمر يعني وصل إلى مستوى نشوف يعني مثل ما قلنا سرقات علنا وقتل وتعذيب، فهذا الله عز وجل ما يرضى بهذا الشيء. نعم أخي عمر. شكرا أبو عبد الله من لندن. رسالة يقول الله يحييكم قناة الرافدين، أنا من الأردن أعشق العراق كما أعشق الجنة، وأتمنى لكم بقناة الرافدين البطلة دوام التقدم والازدهار. قلبي على العراق يقول العز والكرامة، الله ينصركم ويثبت أقدامكم والنصر لكم إن شاء الله. طبعا هو قال أرجو الرد إخواني. نظهر مقطع فيديو من الموصل يظهر غرق مدينة الموصل كذلك. هذا مدينة الموصل، يعني مأساة الموصل و جثث ما زالت تحت الأنقاض وتدمير المدينة تقريبا بشكل كامل أو بشكل كامل بالفعل وليس تقريبا. هذا حال مدينة الموصل كحال باقي مدن العراق. يعني يبدو هناك جهود ذاتية دع تدفع المي عبر مطار إذا أو دنشوف يمكن. لا والله هي المجاري طافية، لا يندفع المي اللي جاي من هناك، لا يندفع عبر هذه المجاري إلى الخارج. يعني إذا كان عجز الحكومة بانتشال جثث تحت الأنقاض صار لها أكثر من 7 أشهر ما تستطيع حل هذه القضية، فكيف راح تحل قضية يعني مجاري إن كان بالموصل أو غير الموصل؟ نعم. مقطع آخر من مدينة الصدر يوضح غرق مدينة الصدر في العاصمة بغداد، نشوفه. هذا مقطع في مدينة الصدر، شوف الحال في مناطق بغداد. بغداد كلها غرقانة على هالحكي، يعني يبدو بس المنطقة الخضراء المنطقة ما الجماعة كل شيء ما بيها، لأن أكيد طبعا بيها مجاري ويعني شبكات تصريف مياه ممتازة إذا ما نقول جيدة جدا. هذا في مدينة الصدر في بغداد، حالها كحال باقي مناطق العاصمة بغداد كما شاهدنا قبل قليل. أرسلنا أحد المشاهدين والمتابعين عبر نافذة أنت ترى كذلك في منطقة الحرية، وكذلك هناك مقطع في منطقة الشعب. هذا الحال. سامي من بغداد، تفضل سامي. وعليكم السلام ورحمة الله. حياتي حضرتك يا أخي عبد الشباب. أهلا وسهلا بك. في
في الكنترول. اهلا بك استاذ عمر. خلي نبسط الامور، انا مش حتى لا يقول لك، يقول لك هاي المجموعه اللي على طول يخابرون نعم استوديو صوتكم. نعم. احنا ما نتحدث على ناس شرفاء، ناس نجباء، ناس يخدمون العراق. احنا عراقيين، اذا ابو عبد الله من لندن، واذا ابو عمر من الشمال، واذا الشباب ابو عبد الله من البصره، والشباب نعم. من النجف والكربلاء. احنا بدنا نتحدث على ناس صراحه لا يكرهون العراق وما يريدوا يتطور. يعني من اتوا بعد 2003 يا اخي العزيز كان عندهم قوانين. شوف احنا ليش بدنا نرجع لورا؟ لان حزب الدعوه يا اخي حزب ايراني، فجو قالوا لهم هم الايراني، قالوا لهم نريد يصفون شك واحد بخير وشريف ويخدم العراق، صفونا يا عمو، ما نريد هالبلد هذا بعد تقوم له قائمه. فالجماعه شو اسمه عندهم مرتين اثار، يعني يتحدثون على النظام السابق، النظام السابق يعرف ان حزب الدعوه حزب عميل وجاي يشتغل بالعراق واراد يطردوهم يا اخي. فكان يعني ما يصير هالشكل، يعني كانوا يخبتون ويفجرون وكذا وهاي، فكانوا مطاردين، وهاي حق بلدنا احنا. اذا ناس عملاء وموجودين بالعراق ويفجرون ويأذون شعبنا، احنا لازم نحاول نستأصلهم. فهؤلاء اجوي اعطانا صاع صاعين، يعني صفوا علمانا، صفوا الشرفاء، صفوا البلد. فلهذا البلد لا تطور لا شيء يا اخي. كل يوميه مسوي لنا فد قوانين، كل يوميه مسوي لنا فد قانون. بعد شلون يلهوك ويخلوك يعني انه انت تنسى عمرهم انهم يسرقون على راحتهم؟ طبعا يخلوا لك المجاري مسدوده، الكهرباء يقطعوها عليك، مي صافي ما يوصل للبيت، وظايف ماكو، شلون قاعد يشغلون الشعب؟ هذه اساليب يعني معروفه. رحم الله وجهك استاذ عمر. استاذ عمر اكو مساله مثلا، هم اشوف هالمنطقه الخضراء والنواب نعم. والمالكي وجماعته يعني هذول شايف شلون، استغفر الله العظيم، هذا بس احنا احترامنا وتقديرنا لاي مذاهب. نعم. زين هم بالصيف يطلعوا لك مشكله الكهرباء، وبالشتاء لما تمطر الدنيا هذه هم راح تاخذ مثلا فتره على المواطن، والمواطن راح يساهم بجهوده الذاتيه حتى يبعد المي انه يدخل بيته، الخريج ما يلقى وظيفه والى اخره. يعني هذه اساليب متبعه لتلهيه الشعوب، لاشغال الشعوب وجعل الشعب المواطن بس يعني مهموم دائما. نعم استاذ عمر. الطبقه الحاكمه الفوق هذول لا مو سراق، مو حراميه، مو هاي شو اسمه، هذول لا يعني ما حد ما يلمسهم. شنو يقول لك الفساد؟ والله الموظفين الفلان، نائب المحافظ، رئيس مجلس محافظه، يعني هؤلاء يبوقون ويسرقون ويفتحون هالقنوات هذه. بعدين اي قانون صراحه خاصه، يعني اي قانون يأتي لهم مثلا. نعم سامي، أنا أشكرك سامي من بغداد. أعزائي المشاهدين نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم مجددا اعزائي المشاهدين، معنا اتصال ابو عزام من ميسان، تفضل ابو عزام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. احييك واحيي قناه الرافدين. الله محييك. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا هذا هسه المطر راح نسوي التماس كهرباء، راح كثير من الناس تروح ضحايا. عندك عندنا في محافظه ميسان ما مطر، يعني تمطر وتنقط. يعني ما ادري الله غاضب على هذا محافظة ميسان. عندك هسه عند محمد الشيع السوداني مسوي اسف، هاي شو اللي مسويها للمواطنين؟ انت موازنه هي مفتوحه حتى 16 فيه لو هذا اعلام انتخابي، يعني الناس عارضه عن العمل.
عندكم شركة نفط ميسان من خارج العراق، ايش اقولهم؟ جاي من الصين، جاي من جنوب افريقيا، من جنوب افريقيا من هناك جايبهم ومشغلهم بالشركة بازلقان هاي الحدود على حدود ايران، ومن ضمنهم ايرانيين والله انا وقفت عليهم والله العظيم وقفت عليهم وحملون الجنسية الايرانية في بازلقان الجنسية الايرانية ومشغلهم مدير شركة نفط ميسان عدنان ناشي ساكت هو لما وقع على الكتاب مالهم ومعينهم عقود. شو اسمه شو اسمه المدير ابو عزام؟ نعم المدير شو اسمه؟ مدير اسمه عدنان نوشي ساكت مدير شركة نفط ميسان ايرانيين والله بالذات ايرانيين من ايران من هناك جابوا معينهم بالشركة قالوا جو انتم تعالوا الايرانيين شنو شغلكم هنا بالشركة؟ قال والله انا اشتغل الله كهربائي ورا المهندس الصيني بس اشيل ورا الشنطة وبالشهر يعطونا 17 ورقة وذاك سألت قريبة كم ورقة يعطونا؟ قال يعطونا بالشهر 7 ورقات. الحين أبو محافظة ميسان قاعد أبو محافظة تجارة ليش تطردي؟ أبو محافظة تجارة منك ليش راح ايش مهندس؟ مهندس من محافظة تجارة ليش اشتغل بالشركة؟ الشركة بالحنفاية بالكحلاء شركة بترو تشاين تعبيط وجرف يعني خلوا يعني ليش هنا طافيه بشركة نمط ميسان الناس ملت مجروحة ملت. شلون مصيبة هاي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. جفاف يمكم بميسان أبو عزام، وضع المي يمكم. ها انقطع الاتصال مع أبو عزام. نقرأ بعض رسائل، طبعا نعيد ونشير إلى أنه هناك بعض المشاهدين الأعزاء يرسلون مقاطع فيديو وصور هنا في الواتساب، هنا لا نستطيع عرضها مباشرة، ارسلها عبر خدمة أنت ترى، وأشرنا إلى الرقم هو 0905-3745-4-3-8-7-3. تستطيع إرسال مقاطع الفيديو إن كان غرق في بغداد أو في المحافظات الأخرى أو عندك مشكلة معينة من سوء خدمات إلى آخره، أو رسالتي توصلها عبر نافذة الرافدين أنت ترى وعبر الرقم اللي ذكرنا قبل قليل. يقول العراقيون لم يكونوا ينتظرون هطول الأمطار وغرق الشوارع لكشف الفساد من السياسيين الذين حكموا البلد منذ العام 2003 وأهدروا مليارات الدولارات بدون مشاريع استراتيجية وتنمية حقيقية. غرق الشوارع إشارة للشعب الذي يريد هؤلاء خداعه ببطانية وكارت موبايل أو فتات مال يعطوه لشراء ذمم الناس وأخذ أصواتهم. من يعطيك الفتات سيسرق من حق أولادك بالتعليم وسيغرق شوارع مدينتك بالأمطار والأنقاض وسيحرم عائلتك من رعاية صحية ولك القرار بالاختيار. طبعا ركزنا في حلقة هذا اليوم أعزائي المشاهدين حول موضوع هطول الأمطار في العاصمة بغداد وبعض المحافظات العراقية، وشاهدنا كيف كان يعني غرق الشوارع، الخدمة صفر والشبكات شبكات الصرف الصحي لا تعمل بشكل حقيقي حتى بأدنى المستويات. شاهدنا مقاطع من بغداد، مناطق الحرية ومدينة الصدر ومناطق أخرى في العاصمة بغداد، في ديالة، في الموصل ومناطق أخرى. أعزائي المشاهدين شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.